على مواقع التواصل الاجتماعي تجربة نحكي معها ولا نحكي فيها مع صاحبها صامد الحاجي. مرحبا بك يا صامد، صباح النور. صباح الخير مدام هدى، وصباح الخير المستمعين ديالنا فيهم الكل. شكرا يفضلك، مرحبا بك صامد الحاجي. نتعرفوا عليك اكثر، شاب من شباب تونس المبدع. نتعرفوا عليك اكثر لانه برشا ناس ربما ما تعرفش صامد حاجي. انا صامد حاجي، مخرج، نعمل في الافلام الموسيقيه خاصه. هذا هو اللي تنجموا تعرفوا. وشاب تونسي مبدع اهم حاجه. سلسله تشوف لي حل، السلسله الاشهر اليوم في تونس اللي تبعوها الكبار والصغار، تقريبا الاشهر في تاريخ تونس، خليني نقول حتى على مستوى المتابعات. اثارت الانتباه نتاعك، خلتك تغزر لها بطريقه اخرى؟ والله انا عندي حكيت عام نخدم على الذكاء الاصطناعي في مجال الصوره وشنو الناس نقدموا به في مجال السينما. فقاعد نجرب ديما نجرب نعمل ديزيكسبيريونس الصور اللي الناس مخرجوها. فجيت الفكرة هيك شوف لي حل، هو اكثر حاجه الناس تتفرج فيها في تونس، اكثر حاجه قريبه لتونس، حتى احنا في الدار ديما نرى فيها في التلفزه. فقلت علاش لا نشوفوا الصوره هذه بطريقه اخرى معناها، وحاولت نطبقها الفكره بالتكنولوجيا الجديده اللي قاعده تقدم بطريقه سريعه. هي صور فقط، ماهيش فيديوهات معناتها، نكون صور فقط تجربه ككونسيبت حبيت نطبقه كهو، مش ما يعني كاتبها من الاول انا في الببليكاسيون انه ماهوش مشروع حقيقي معناها. ما هي صور وليست فيديو، فوالا ماهيش فيديوهات. هي صور. قديش خذيت منك التجربه هذايا؟ اليوم الذكاء الاصطناعي قاعد نقولوا احنا يغزو في الحياه نتاعنا، معناتها في كل المجالات، نحكيو على مستوى السينما، على مستوى الصوره. قديش خذيت منك التجربه هذايا من وقت؟ والله كما قلت لك انا عندي اكثر من عام وانا قاعد جوميتريز لوتي معناها الادوات اللي نستغلوا بها في الذكاء الاصطناعي، وهو اداه تسرع برشا في الانتاج وانتاج المؤثرات البصريه. معناها كان باش تصورهم وحدك بالطريقه هذيك باش توصل للنتيجه هذيك يمكن تاخذ اشهر الحكايه، ولكن هو كيفاش يشتغل باش حتى الناس تفهم نفسروا لهم اكثر ربما. هو الذكاء الاصطناعي يقع تدريبه على صور. فانا مثلا دربته على صور شخصيات شوف لي حل، يولي هو يعرفهم معناها. انت كي تقولوا انا توا نحب مثلا تصوير كاس فوق طاوله، هو شاف وقع تدريبه على الاف صور نتاع كاس وطاوله، ولكن هو يخدم كيما البروغراماسيون. وتقول له مثلا نوعيه الكاس بالضبط، شنو هي الطاوله، كيفاش الالوان وكل شيء، يخرج لك النتيجه اللي حاسك بها. يعني يفكر، انت تعطيه الفكره وهو يجسدها، لكن لازم تتحكم في لي بارامتر الكل. مثلا باش توصل الصوره السينمائيه لازم تكون تعرف شنو معناها الصوره السينمائيه. لازم تتحكم مثلا في الضوء، وتتحكم في الكاميرا، نوعيه الكاميرا، في الجريماس زاد فما الجريماس ناطقه في الصور مع الحقيقه. طبعا لي زيكسبرسيون، حتى لي بوزيسيون تاع البدن، اي حاجه في الصوره لازم تتحكم فيها معناها مش اي واحد ينجم يتخيل بسهوله ربما نسخه سينمائيه بالطريقه هذه. يعني هو كما قلت لك الاداه تسهل، ولكن الصعب ديما يقعد في المعرفه بالحاجه اللي لازم توصل لها. معناها وحده ما ينجمش يخرج لك. كيفاش كانت الردود حول النسخه هذه من شوف لي حل؟ الردود سواء كانوا اهل الميدان، الزملاء، المخرجين معك، الممثلين ربما، والراي العام، انه شفت اشاده من الراي العام، الناس كل تبارتاجي من صامت حاجي، وناس كل مبدع وفلا، وناس كل تحكي بالباهي على الموضوع. لكن اهل الميدان كيفاش كانت الرياكسيون تاعهم؟
ما توقعت انا جمله انه باش تدور التصاور بالطريقه هذه. معناها برشا عباد بعثوا لي حتى الممثلين بيدهم في حل بعثوا لي معناها مسجات قالوا لي برافو وعجبتهم الحكايه. معناها حتى عندي اصدقائي مديري تصوير معناها. شكون الممثلين اللي بعثوا لكم نشوف لي حل اللي عجبتهم الفكره؟ برشا مثلا مدام جميلة الشيح عجبتها الفكرة عجبتها فوالا. وفي المستقبل شي نجم يضيف لنا الذكاء الاصطناعي اليوم على مستوى السينما مثلا؟ والله ديجا هو مثلا الفيلم اللي خذا اوسكار احسن فيلم سنه فيه لقطات مخدومه بالذكاء الاصطناعي. اوسكار احسن فيلم احسن مؤثرات بصريه. معنى المستقبل الذكاء الاصطناعي نجم نقوله في ميدان السينما؟ طبعا هو حتى كلمه الذكاء الاصطناعي احنا ما عادش نستعملوها برشا خاطر توا هي على مود، ولكن اي حاجه باش تولي فيها الذكاء الاصطناعي معناها اي لوجيسيال اي حتى في مجالات اخرى معناها باش يدخلوا الذكاء الاصطناعي لانه تذاك التطور اللوجيك معناها نتاع الاله اللي نستعملوا فيها عندنا سنوات توا اللي هي الاورديناتور. فالاورديناتور توا ولا يعاون فينا اكثر ولا هو بده يفكر يفكر في بلاصتنا احيانا. اي هذاك الخطر هذا هو فيه مخاطر الحكايه حتى في المجال الصوره معناها فيها برشا مخاطر الحكايه خاطر توا من هنا لشهر اخر شهرين اخرين ما عادش نفرقوا اسكو الصوره هذيا حقيقيه ولا مخدومه بالذكاء الاصطناعي. وهوني وهوني المشكل معناها هو الخطر. بيان سور مخطره شويه الحكايه دونك لازم برشا وعي ولازم حتى فما ديزوتي اللي يخليونا اون ديتيكت اسكو التصويره هذيا حقيقيه ولا لا. حرب معناها نجم نقولوا باش نعيشوها في الايامات الجايه في المستوى هذايا. والله حرب مش حرب بالدرجه هذيك، ولكن لازم مو لي ريزو سوسيو مثلا فيسبوك ولا حاجه يحطوا خاطر هو ينجم يديتكتيها تصويرها مخدومه بالذكاء الاصطناعي فيحط يسالس اللي هي معموله بالذكاء الاصطناعي الاشاره والتنويه. طبعا في لانه مثلا فما ناس احيانا نستعمل فيها للجانب الاغراض الفنيه ولا نستعمل فيها في الفن، فما ناس ينجموا واللي يستعملوها باش يخرجوا اخبار زائفه ولا حاجات هكا يشوهوا حياه الناس ربما على نجم تكون فما مشاكل في الاطار هذا. ماذا بعد؟ خلينا في الابداع تو، ماذا بعد شوف لي حل اللي صابد الحاج؟ شو قاعد يحضر لنا بالذكاء الاصطناعي؟ والله انا قاعد نخدم في كليب مثلا ندخل فيه في حاجات هكا. كليب مع فنان ولا فنانه تونسيه من برا؟ كليب مع فنان تونسي ويعيش في باريس اسمه عبد الرؤوف الورتاني. قريبا في الاسواق نشوفوه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله على قريب ان شاء الله. بالنجاح والتوفيق. حبيت نحييك استعمد الحاجي مخرج الافلام الوثائقيه والشاب التونسي المبدع اللي خرج لنا شوف لي حل في نسخه جديده هوليوديه بالذكاء الاصطناعي. حبيت نشكرك ونتمنى لك كل التوفيق والنجاح، وتحيه لكل الشباب المبدع التونسي. نتقابلوا ان شاء الله في مشاريع اخرى وفي انجازات اخرى، ونتمنى نشوفك ديما في حاجات مزيانه كيما هكا. بالتوفيق لك يا صامت، الى اللقاء. احنا نوصل معكم لقاء. انا شكرا ليك، مرحبا بكم العشرة وعشرين دقيقة على موجاتنا.